السلام عليكم خوتي ومبروك عواشركم في هذا رمضان. وادي انا يا ظروفي شويه صعيبه وغير كاريه وداكشي وما عنديش لا فلوس لا باش خلص الكره لا حتى شي حاجه، وبغيت نبيع الكلوه ديالي للمحسنين اللي بغاوها. سخات عليا احسن ما نبيع شي حاجه اخرى، انسان لو ما في صحتي. وبغيت حتى انا يكون عندي شي دويره وشي حاجه غير نستقر فيها ونسد عليا بابي، وتا واحد ما يستغني وتا واحد ما يحقرني، عاش هاد البلاد ديما حنا محقورين فيها. انا يا ملي كنت صغيره جيت خدامه عند واحد الناس في الدار، خدم لهم الميناج، كانت عندي في عمري 5 سنين، وجيت وخرجت من عندهم وداكشي وتكرفصت وندور. اللي قالك اللي باغي على شي حاجه خاويه واللي ما بغات حتى واحد ما كيساعد حتى واحد ما كيوقف، وجلس في الزنقه وشحال وشحال داكشي. علاش انا يا فكرت في هذه الفكره، قلت اللهم فك الوا ديالي ولا نمشي نبيع شي حاجه اخرى. انا حاليا جالسه عند واحد الدريه، ولكن حتى هي مسكينه راه عيات، راه دي تصرف وتخلص الكرا وداكشي، وتا هي تطلع على الدم بعد ما تقولك يلا سيري في حالك، ما عنديش ما مستعداش نمشي الزنقه الشماكريه تعداو عليك يتكرفصوا عليك. والدين ديالي في العروبيه، ولكن هما مو مع الماده، عندك فلوس انت بنتهم، ما عندكش فلوس ما عندهم ما يديروا بك، خا تجيبيهم لي جبتيهم المهم غتجيبي الفلوس. انا كنطالب المحسنين، وطبعا الله هو الاول والمحسنين اللي يوقفوا معايا، هو اللي بغى الكلوه ديالي انا مستعده، وخا صحتي غادي تضرر من بعد ولكن ما عنديش شي حل اخر. انا بصراحه ما عنديش فين نعيش، وبغيت غير باش انت تكون عندي شي دويره وسامحت فيها ولكن ما عنديش شي حل اخر، غير باش نكون انا مسدود عليا شي باب وما احتاجت شي واحد. وسمحوا لي اخوتي وتشي اللي عندي.